السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلا آه حلقة الله حلقة 48 تا آه كفال 48 آه دي التعذيب ومحاولة الاغتيال دي بلد هاكا ليتو. قبل شوية لعتيبة بن أبي لهب وجه المودو دي بحلقات على 46 و 47 دي برئينا ادي دي آه قريش مودو و اجتمع من دنتم وما ابا ان ختمنا آه حقوها اسلام حمزه وكروت ابطال من ابطال الاسلام ودي بوم من يجيستو كل حلقات اللي مسلق ان الا حلقات اللي حلقات برضو مهمتها ثم حدث ما هو اشد من ذلك وأنكى. وما اللي أبو جهل حاول أن له, له والله سبحانه وتعالى من من إلا وعتيبة كمان حاول ورب صرف يوم من نالت أكي حدث حصل من إلا وحر ميت الأحداث اللي يني يعني نعوم مصير قلنا رأوا قلنا ثم حدث ما هو أشد من, أشد من ذلك وأنك وذلك أن قريشا اجتمعوا يوما في الحطيم دي بمكة دي بأكان وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يطوف بالبيت فلما مر بهم غمزوه فعرف ذلك في وجهه فعرف ذلك في وجهه عرف النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بهم الثانية فغمزوه بمثلها فعرف ذلك في وجهه فعرف ذلك في وجهه ثم مر بهما الثالثة فقام بمثلها فوقف ثم قال أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح فأخذ القوم كلمته فكأن على رؤوسهم طائرا وقع حتى أن أشدهم فيه ليرفأه بأحسن ما يجد قريش حتى مع الاجتماع معلو دي بقى الحطيم جفرو مكة يفر كعبت والنبي صلى الله عليه وسلم مطاع وطواف ود على بالكعبة طوف على فقامز ودو قامز وحمز يعني بديل عدم الدفع حلقات تهاجينا دي بهم باشترات وبعنتات وبقلي وكين وقبي واسمعوتنا هيجيا وعيرت واللي مسلتو فا أول مرة كم سل لا زو أمارة وتقطط أمارة كم سل هجرة يهلا وكالي كم سل هو دو وسالس كم سل ودو تسال مرة بطرة قبل يوم يا معشر قريش أتسمعون يا معشر سمع لكم يا قريش قبل يوم أتسمعون يا معشر قريش سمعون لكم إلى يوم صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده والله لارواح الشبه يديه رب العالمين يديه رب العالمين دي روح كذب يديهولها الليل لقد جئتكم بالذبح انتم دي بيت فكر عليكم ودي بيت تهجوا عليكم ودعوتك لتعطوا تحدى ليكم لكن والله انا باللي مالكم عليكم بين يوم النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلمات اللي هيني السرد دي بوم وكم ما صنعت تتوقعون من مني علىوني وفري ويواجه واللي مسلم على والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت على ولا كلمة ألا مرة سرد بهم و ورفدوا ودنقطوا وتفاجأوا أبا فلما كان القد اجتمعوا كذلك يذكرون أمره أمع بردو القد يعني الأمع كالأيد كالأمع الباكرة يعني أو قال معل برضو دي النبي صلى الله عليه وسلم لتفاقر والتهاجة كذيب علو دي أمرنا يلتفاقر عدبو لتقام وعلو اطلع عليهم ديما برضو حوال أدي زهر أدي شاب يوم بشبه فوثبوا إليه وثبت رجل واحد كلهم حتى مرات موت أو ويعني قميصه لا تعبطاء برداهه لا تعبطاء ذابطو مايك عودي بو وقالوا أه دودي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا قال أنا ذاك أيوة أنا تبي أنت تلا أبونا اللي على الأصنام ولا منهم النوم اللي يتعبد الله تبله ليك أيوة أنا اليوم ما وطوالي حسوا عليه وما يكعوذيبو

آه وقالوا انت الذي تنهانا عما كان يعبد اباؤنا قال انا ذاك فانقضوا عليه هذا يحثه وهذا يبلبله واقبل عقبه بن ابي معيط فلوى ثوبه في عنقه لبلاي إن في في باب الله جريو حسبنا الله عليه فخنقه خنقا شديدا واتى السريق الى ابو بكر ادرك صاحبك فجاء واخذ بمنكب عقبه ودافعه عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يضرب هذا ويجاهد هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجل اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله الناس ربي ربي, ربي اللي يعني آآ آآ الهي ربي للبل وربي الله تلبل الهم الهم تقتلات حدا لكم ويلكم الى يوم و يوم أبو بكر فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر رسول الله ما من ابي بكر تولبوا وضربوه ضربا لا يعرف وجهه من انفه لقعدت من أنفه حتى الأماري على بعد ما كثرت معرض بعض وكانت له اربع قدائر فما يمسون منها شيء الا رجع فحملته بنو تيم في ثوب وادخلوه منزله ولا يشكون في ولا يشكون في موته فتكلم اخر النهار خلاص بيتاب طحوه موتن شكي على يعني قلم يوم بكر قتنا ندبيلو اه وبيتاب طحوه اخر آه هني دو اخر دور منسي خلاص اخر النهار دور قبا آه كريتاي واول ما تهاغا فسال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سال سال فلامو آه برضو تم حمو دائما محمد تسال لك بيلو لكن الصادق المصدوق الصديق الصديق الحقيقي هي النبي صلى الله عليه وسلم الاختيري و ابو بكر الصديق يعني قمش السمياني اللي ابو بكر افضل الخلق على الاطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم واول جنات للاتي حق النبي صلى الله عليه وسلم وتوته والنبي صلى الله عليه وسلم بيلا كل الامه كافأناهم الا ابو بكر فما قدرنا نكافئه يعني ابو بكر فدلنا يدي هو بكر درنايدي نادي الاسلام ابو بكر تاريخ نادي النبي صلى الله عليه وسلم وتخليفة النبي صلى الله عليه وسلم على وخرجوا من عنده وعرض عليه الطعام فقروا منه وعرض عليه الطعام نبر ان وماي ان طاوقلو قل فابى ان ياكل أبا يبلع ويسأل او او يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم زك النبي يريكو يبلع ويسأل لانه حال النبي صلى الله عليه وسلم امر على النبي صلى الله عليه وسلم مو ده مو دا مجرد يقول امر على انه تو ندواتقه كم سال قتلوا هدي بالله ان أو كان بيت هو اخر لالي تهاجا اول ما تهاجا النبي صلى الله عليه وسلم اخبارهم أنها ما هل بي لهم النص على وتومكم سر فجر عدونا برام طو ما يام طو يبقى الله ويستى سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يرئيكم بيلا صلى الله رضي الله عنهم آه فلما هدا الليل شويه لا لا, لا مدر شويه هدا وهدا وهدا بردت مدر برده ولا ساكنت وسكن الناس اوصلوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في دار الارقم كان بدأ روم دار ارقم من الارقم لا كانت تربيتهم وكان دعوتهم ولمجلسهم ديبرد فاكر وديبرد قاسوا على النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى كان لا على نسأوك كان دي النبي صلى الله عليه وسلم ابطحوه فلما وجده بخير ساق له الطعام والشراب حق النبي صلى الله عليه وسلم عن حيو وابعافية عن حيو أدي لنا برا ولا ماي كل طعم بلو وكل لذات قبل وقبل يو وبلعاء وستا حق النبي صلى الله عليه وسلم رأى رضي الله عنه إلا محبة ورحوه لله رب العالمين لفتيو محبتنا نايدين ناي كم محبتنا محبت ناي صلات الرحم يكونيني كم صار ناي مصلحات يكونيني ها آه كنا اخله ناي للمصالحنا آه آه بالتاليه للتالية كإنسان وقد من حاجات للتبر من كا كل بقى, بقى وكت 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 آه ك قائد عدل له باكا وقد موت وقد اللي وقد اجم وصديقي اللي يكو آه اللي صديقي اللي بهني لكن لا صديق لا صحيح اولا لما حبات لله جاوات من قبي لما حبات قلت بابا اقلمي انت لحوكا لله رب العالمين لتفتيو باروحتك وربما قلت فدي بك وقلت هبوبك وقل أباي قلت وقلت ابايك التبال بك وقلت ترى سريو بك وقرأه قلت بكا يتيم منبو بو السيد منبو جينا منبو حب من حت من أب من جلاب دعوة جلاب دين لما إنسان وجلاب دعوة وجلاب دين لو قبل إنسان وجلاب دعوة وجلاب دين إنسان لتضبط إنسان لتأثر إنسان قرأه إسلام وحو سب مبدأ سب قيمات سب رسالة مسلم الله لو قلت رأسه اللي ويجابيته ويعني عدم مروءته وعدم دينته لكن أبو بكر رضي الله عنه لهم همنا دعوات على وهم همنا ناي صديقهم الله على أروحتي هم كم فاطمة كفج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلا وحقها ما نبرأ وما يقول أقول لكم حدو النبي صلى الله عليه وسلم لأي بلع ويشت بيلا مشقول على أقول لكم سر يعني رجروا بالسارة وروحة أقبل الدبو وزيادة بسطة وزيادة كيافة وزيادة ريحة وزيادة ما كبال عوسة هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله